هي أسباب بطء سير طالب العلم في العلم والعمل مع قوته الظاهرة ووفرة وقته وقيامه الليل وذكره وتقواه واستغفاره؟ فهذا السائل يشكو من الحال التي هو فيها أنه يرى بطئا في العلم والعمل مع ما هو عليه من القوة الظاهرة ووفرة الوقت والاجتهاد في قيام الليل والذكر والتقوى والاستغفار. وجواب هذا أن الحالة التي تعرض للعبد في تباطؤ سيره إلى الله سبحانه وتعالى ترجع إلى أسباب متنوعة مع وجود جده واجتهاده، أعظمها أنها حال ابتلاء وتمحيص للعبد، فإن الله سبحانه وتعالى قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبلوغ هذه الرتبة وهي الأحسن عملا لا يكون في اليوم واليومين والسنة والسنتين، بل يحتاج العبد إلى مجاهدة عظيمة حتى تستقيم له نفسه. ولو آنس من نفسه رغبة في الخير وحرصا عليه واجتهادا فيه ثم رأى منها تثاقلا عن ذلك، فإن الحامل الأكبر لوجود هذه الحال أن الله عز وجل يختبره، أيثبت على هذه الحال ويزداد منها أم يتأخر عنها. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا أدام العبد المجاهدة فإنه ولا شك يصله الله سبحانه وتعالى إليه ويأخذ بيده، فإن الله عز وجل أكرم الأكرمين. ومن صدق مع الله سبحانه وتعالى وداوم الاجتهاد في محاب الله ومرضيه فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه وييسر له أمره ويبلغه ما يروم. فهذا أكبر الأسباب أن الله سبحانه وتعالى يبتليك ويمتحنك، أأنت صادق في طلاب ما تريد أم أنك ضعيف في السير إلى ذلك المطلوب. فإن الكمالات تحتاج إلى مجاهدات حتى يرقى العبد في الدرجات، فإذا جاهد العبد وجاهد وصبر فإن الله سبحانه وتعالى يجتبيه ويوفقه لمنافعه في الدنيا والآخرة. وراء ذلك أسباب أخرى، لكن هذا هو السبب الذي ينبغي أن يمعن هذا السائل نظر فيه ونحن جميعا، أن المرأة قد يؤنس من نفسه حرصا على الخير ومحبة له واجتهادا فيه وبذلا لوقته وقوته فيه، ويرى من نفسه ضعفا عن المواصلة فيه، وموجب ذلك الأكبر أن الله عز وجل يبتلي الخلق ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب. وإذا رأيت ما كان في أحوال السلف من ذكر دوام المجاهدة حتى استقامت لهم أنفسهم انقطع عجبك، فإن منهم من جاهد نفسه 10 سنوات في الصمت كما ثبت عن أبي إياس العجلي، ومنهم من جاهد نفسه 20 سنة في قيام الليل حتى استقامت له كما جاء عن محمد ابن المنكدر. وهكذا في سائر الكمالات تحتاج إلى دوام مجاهدات، فلا بد من الصبر. ولهذا فإن أكبر معونة العبد التي وفق إليها أن يرزقه الله سبحانه وتعالى الصبر. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فمرد كل الأمور إلى الصبر. ولهذا لما ذكر الله صفات الناجين في سورة العصر قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإنما جعل الصبر لها خاتما لأنه هو الذي يتحقق به كمالها. والله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فلا بد أن يجاهد الإنسان نفسه في الصبر في بلوغ الكمالات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده المخلصين.